صباح الخير جميعا. النهاردة نطلب ان كل واحد يبقى معه ورقة وقلم، واللي ما عندوش هنوزع عليكم ورقة وقلم. في بعض الورق ده هيبقى مهم، هنرجع نسأل تاني بعد كده. في النهاردة 2 اكسرسايزز هنعملهم، كل اكسرسايز كل واحد هيكتب اسمه على ورقة وهيكتب ردود على بعض الأسئلة اللي هحددها. الاكسرسايز الأول هيبقى فردي اكسرسايز، بعدين هيتحول الى اكسرسايز جماعي. والجماعيه بقى ممكن انها تبقى تجمعات، مش بالضروره ان اللي قاعد جنبك، انما بالضروره الناس اللي انت هتحب تشتغل معاهم بعد كده على المشروع ده. فده الكورس بتاعنا النهارده ماشي كده. احنا امبارح غطينا بارت 1 وبارت 2، عملنا بروجكت سايكل والبروجكت سكيدولينج والكوست بنفيت اناليسيس، وزعت عليكم الفورمه بتاعت البروجكت فيش بتاع مكتبه اسكندريه. وفي البروجكت سكيدولينج وريتكم ازاي نعمل كريتيكال باث ميثود، وقلنا معلش مش هنطبق كريتيكال باث ميثود، هنعمل بس بار تشارتس والديليفربلز، وشرحنا الحاجات دي كلها تتعمل ازاي. وبعدين اتكلمنا على الانفايرمنت اند كلتشر، وازاي ان فيها حاجات تانجبل وحاجات ما هياش انتانجبل في القياس بتاع الكوست والبنفيتس بتاعتها. وبقيه الكورس بقى اللي هو هنبتدي فيه دلوقتي اللي هو ميجرينج كالتشرال بنفيتس، زي ما قلت لكم هتبقى مرتبطه جدا بالشغل بتاع البيئه، لان الكونسبتشولي ما فيش فرق كبير ان انا اتكلم على الايكو سيستم هيلث كاحد المزايا الكبيره في البيئه اللي عايزين ندافع عنها، وعن طابع منطقه تراثيه كحاجه عايز ادافع عنها. في كلتا الحالتين المكسب بيبقى حاجه مش واضحه، ما هيش حاجه تانجبل، ولكن كلنا معترفين انها موجوده، وانه التعامل معها تعامل سيء بيؤدي الى انه زي ما شفتوا في صوره الشارع اللي بيقطع النسيج التراثي القديم بتاع المدن القديمه، بيبقى حاجه فظيعه جدا، زي حد بالظبط يجي في وسط منطقه بيئيه جميله محميه بيئيه يروح باني طريق كبير كده بيروح قاطع الدنيا كلها. فالتكنيكس فور انتانجبل بنفيتس قريبين من بعض وبيستعملوا الاثنين. فبعد ما هنخلص الجزئين دول اللي هي الكونسبتس والتكنيكس، هننقل هبتدي الاكسرسايز الاولاني. الاكسرسايز الاولاني هيبقى فيه هسال كل واحد انه يكتب ورقه منفرده باسمه على نوع الاسئله اللي هو يرى ان احنا نحب نسالها كمؤسسه في ثلاث مواضيع. الموضوع الأول اللي هو البيئة، الموضوع الثاني اللي هو الثقافة، مجموعة النوع الثالث هو الحاجات الاجتماعية، عشان احنا هنعمل حاجات دي على سيرفيز، على أساس سيرفي. السؤال الثاني ده جزء، ده الجزء الأول. الجزء الثاني قصاد كل واحدة من دولة ايه نوع التكنيك من الستة سبعة اللي هتكلم عنهم، اني نوع منهم يرى انه انسب. ده الاكسرسايز الاولاني، وكل واحد يكتب اسمه عليه ويسلم. الاكسرسايز التاني تبقوا مجاميع مع بعض، والمجاميع تبتدي تحدد نوع الاسئلة اللي عايزين نسألها. يعني لو اقول انا مهتم بالتراث، نعرف رأي التراث. لو قلت لكم مثلا ان احنا عندنا هنعمل السيرفي مع طلبه الجامعه، طيب افرض عندك دلوقتي سيرفي ناس قدامك بتسالهم حاجه عشان نحن نعرف منهم قيمه العمل الثقافي والتراثي اللي احنا بنعمله، ايه نوع الاسئله ده؟ مش هتحضر الكويستيونير، بس ايه نوع الحاجات اللي انت عايز تعرفها؟ فده الجزء الاول. بعد ما نخلص الاكسرسايز الاولاني ده اللي هيجي هنا، هعمل لكم
ريفريشر على السيرفيز والسامبلينج. اللي منكم حضروا ال كوانتيتيف تكنيكس فور ذا سوشيال ساينسز يفتكروا المحاضره دي. وبس يعني التكرار بيعلم الشطار، فما فيش مشكله نعمل كده ريفريشر على الحكايه دي عشان نبقى عارفين السيرفيز دي بالظبط فيها ايه. وبعدين هنتجه الى السكند اكسرسايز. انا بحب في اللانش بريك في الفتره دي. اللانش بريك بقى هتكونه مجاميع عمل تيمز، بقى التيمز اللي هتشتغل مع بعضها على مشروعين كبار عايز اعملهم للمكتبه. واحد منهم سيرفيز مع طلبه الجامعه، والتاني مبني على سيرفيز في الدلتا، في قرى الدلتا. فانا هشرح الاثنين دول وهديكوا تشانس ان تجتمعوا. هيبقى في لانش بريك وكلام وبتاع والناس، نحاول نقعد الناس حوالين ترابيزات مع بعضها الى اخره، وترجعوا لي مثلا على الساعه 2:30 3 بمقترحات. في بقى تيمز عليها، وهننهي النهار بان احنا هنطلع اساينمنتس للتيمز دي. وهيبقى في انا لازم اشوف ان التيمز تبقى فيها تكافؤ من القدرات المختلفه ما بين الناس اللي قادره في الكوانتيتيف تكنيكس مع الناس اللي مهتمه في الثقافه، مع الناس اللي مهتمه في الاوتريتش، مع الناس اللي مهتمه في الاجتماعيات، وهكذا، بحيث ان يبقى في بالانسد تيمز يعني. و at the end of the day هيبقى عندنا مجاميع، وهيبقى في كونتاكت بوينتس ما بين المجاميع دي وبيني عشان نبتدي نفعل الكلام ده ونحوله الى بروجيكتس. يعني مش متوقع ان الكلام ده هيتحول الى بروجيكتس النهارده، هيتحول كده الى رف ابروكسيميشن. انما بعد كده هيطلع له بقى النكست اكسرسايز من الفرق اللي هتكون اتكونت منكم، هتبقى ان احنا هنطلع بروجكت فيش زي ده على المشروعين الكبار دول. وممكن ان يبقى في فريقين لكل مشروع، يعني فريقين على الستودنت سيرفيز وفريقين على الفيليج سيرفيز. ولكن في الاخر لازم هيبقى في مسؤولية لناس أشخاص بسكتر هيدز مسؤولين عنها. فده البرنامج بتاع النهاردة. ولذلك ده البروبوزد اكسرسايز في الميجرينج اوف انتنجبل بنفيتس في الشغل اللي هنعمله ده. هيبقى آخر حاجة اللي هي هتعملوها انتوا في الورق في السكند اكسرسايز. فالفيرست اكسرسايز بارت A وبارت B، السكند اكسرسايز تيم ورك. خلينا نبتدي بقى في الكلام، ناخد من امبارح الكلام اللي قلناه امبارح، اعمل لكم مراجعه سريعه على الكونسبتس، وبعدين هنخش على التكنيكس. اللي مش متابع يسال عشان ما تضيعش مننا الحكايه. فنبتدي بالكونسبتس. شرحت انا امبارح، قلت ان problem of using tourist revenues as benefits هي انها بتدينا فكره ان التورست اذا كان هم مش مهتمين بحاجه يبقى ما فيش داعي نحميها. طبعا دي صوره خاطئه، يعني التورست مهتمين بحاجات كتيره، وممكن الواحد يشجع السياحه انها تيجي، انما الحاجات بتاعتنا لها قيمه ذاتيه لينا احنا بغض النظر عن اجانب يجوا ولا ما يجوش. يعني مثلا حته زي دي منطقة جميلة جدا ولكن نائية جدا وما فيهاش تورست مش هيروحوا لها، انما مش معناتها ان انا هترك الايكو سيستم بتاعها يتحطم لان مجرد ما فيش تورست بيروحوا هناك. في حيوانات ثريتند، يعني احنا في مصر عندنا التيرتلز دي العالم كله بيدور على حمايتها، واحنا برامج الحمايه بتاعتنا في التيرتلز ضعيفه جدا. دي التورست ما بيشوفوهاش لانها طبعا تحت الميه اغلب الوقت، كل فين وفين ما حد يشوفها، انما لازم ندور على ان احنا نحميها. تراديشنال هاوزنج ان سيوا مثلا، اذا سيوا فعلا بدات تتطور هل هنسيب التراديشنال هاوزنج ده يضيع ولا لا؟ طيب حاجات بلاش، حاجات واخده
طابع رسميا تراثي، انما في مناطق دخلت في الكاركتر بتاعت المنطقه. يعني مثلا زي الاجرام بتاعت الحمام، الحمام دي هنسيبها انها تختفي كلها؟ هي مسيرها لو سبناها كده هتختفي، الناس كلها تتعلم ده تستعمل سماد كيماوي وبتاع مش عارفين، محدش هيضيع ارض وكبيره يحط فيها كده اجرام. فاحنا عايزين ندور على برضو مثلا ده زي الناس اللي بتسجل الفولكلور والكاركتر، ولسه ليا موضوع مناقشه مع جماعه بتوع كالتنات على تسجيل الفولكلور في النوبه. فالفولكلور ده لما الواحد بيسجله وبيحافظ عليه عشان ما يضيعش انكلودز حاجات كده. خدوا بالكم في هولندا مثلا ما بقاش في حد بيستعمل الويند ميلز، يعني الطاحونه دي ما حدش بيطحن بيها قمح وذره وبتاع، انما بيحافظوا على الطواحين بتاعتهم، بيعتبروا انها جزء من الكاركتر بتاع هولندا. ف they are protected. فده اول حاجه. تاني حاجه الماكسمايزيشن بتاع التورست ريفينيوز دي بتعمل مشكله كبيره. يعني ده في يلوستون بارك في امريكا، بيوتيفول، واحد يحب كده ان هو يبقى سايق في يلوستون بارك ويلاقي قدامه ان اكتشوال بايزون، يعني مش هيشوفه طبعا في اي مدينه وبتاع. ولكن ده اولسو يلوستون بارك، خلاص مبقاش في حد عايز يروح يلوستون. لو الصوره كده هروح اعمل ايه هناك؟ لان برضه بروبلم اوف كارينج كاباسيتي. فمش مساله انا عايز اروح يلوستون بارك عشان ابقى لوحدي مع الطبيعه مع الجمال مع الحيوانات مع الحاجات دي، انما لما يزيد العدد السياح وتتحول الطرق كده يبقى يصبح ان فعلا التجربه نفسها او الحاجه اللي انا عايز احافظ عليها اللي الانسان بيروح لها تحطمت من زياده السياحه فيها. ده سيدي بوسعيد اللي اتكلمنا عنها امبارح، وهستعملها كاكزامبلز في حاجات كتيره كده في منتهى الجمال كده. لا، بدا يزيد عدد السياح هنا وبدات الطابع يبتدي يتغير، برضو كارين كاباسيتي ارجمنت. الثالثه كانت حكايه الارجمنت بتاع الفاسيليتي، وقلت لكم عليه كازينوز. لو ابني كازينو اون ذا بيتش بدل ما احافظ على الطابع بتاع سيدي بوسعيد، ادي الكازينو وادي الطابع بتاع سيدي بوسعيد. It takes investment وافورت وريجوليشن وتدخل حكومي عشان نحافظ على الكاركتر ده. يعني لو ناس سبناهم كده ممكن ان الكاركتر ده كله يضيع. فهي الفكره ان في اراده جماعيه ان احنا نحافظ على الكاركتر العام زي ما نحافظ على الايكو سيستم هيلث. فدول الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا عنها كرون كونكلوجنز، وعملنا الكونسبشوال دياجرام بتاعنا اللي هو ده. دلوقتي الكونسبشوال دياجرام ده عملناه الاول على التجربه البيئيه، وعملناه بسرعه على المعنى التراثي، فانا همشيكم عليه بسرعه. لو بدانا بالدايركت بنفيتس، هنا اهوت هنبتدي بالبيلت سبيس. ممكن ابني عمارات، الارض اللي انا بدور عليها دي، وممكن ابني حاجات بتحافظ على الكاركتر بتاعي. في سيركيليشن سبيس زي ما قلت لكم، انواع الشوارع، ما كل حاجه محتاجه سيركيليشن سبيس، شكلها ازاي، مرصوفه ازاي، مين اللي بيستعملها. دي شوارع قاهريه، التوك توك والشارع القاهري، ده الشوارع بتاعت سيدي بوسعيد. الكاركتر بتاع الشارع والاكتيفيتي اللي بتحصل فيه والسبيس والفوليومز بتاعته، ان يبقى فيه كنترول على الحاجات دي كلها، جزء لا يتجزأ من الحفاظ على التراث. توريزم اتكلمنا عنه، يس وي وانت تورستس افري وير، ولكن في نفس الوقت في حدود، لان كمان التوريزم بيجيب ايكونوميك اكتيفيتي. مش بس اللي بيحصل ده، في تجار صغيرين وصناع مهره وبتاع بيتعايشوا من هذا الجزء، موجود في عندنا وعندهم في كل حته. ده برضو سيدي بوسعيد وده مناطق في القاهره. الاندايركت بنفيتس بقى اصعب شويه. عندنا كوميونتي ايمج. الكوميونتي ايمج دي از نوت فيري كلير، انما او هي كلير لما الواحد يدي مثل بيها. يعني
الزمالك مثلا حاليا عنده ايمج انه حي راقي. لما تيجي امبابه من ناحيه والزمالك من ناحيه اتنين بيبصوا على النيل. ان فاكت ممكن يقول انه من الافضل ان اكون في امبابه عشان بتفرج على المنظر النظيف بتاع الزمالك بدل ما اكون في الزمالك بتفرج على منظر امبابه. بس الفاكت از الكوميونتي عندها ايمج. زي ما اقول دلوقتي مثلا كلمه زي بيفرلي هيلز. بيفرلي هيلز از كوميونتي في لوس انجلوس انما واخده كاركتر. الكاركتر ده الاسم نفسه معروف. ده على فكره صوره جميله للزمالك حي الزمالك سنه 1896. كذلك بقى هم في سيدي بوسعيد عملوا جهد كبير جدا وصرفوا كتير للحفاظ على الكوميونتي ايمج. مع انه يعني لما تيجي ايه البنفيتس بقى اللي جايه منه there's a lot of intangible things. انما مش سامحين لحد انه يحط يعني مثلا الالوان دي مجبر تستعملها. فلو لك عقار هنا ما تقدرش تلونه احمر ولا اخضر ولا اصفر ولا حاجه، لازم يبيض ابيض ويبقى ازرق عشان الاوفرول كاركتر بتاع المنطقه يحافظ عليه. ومثلا بيشجعوا الجناين ومنعين العربيات والتوك توك والحاجات دي في الاماكن اللي شايفينها هنا. فده بيدي ان اوفرول. دي كلها عقارات خاصه ملكيه خاصه ولكن مجبره على الانضباط للحفاظ على. هنا بقى مش بنتكلم تراث تاريخي، بنتكلم كوميونتي ايمج. عايز احافظ على الكاركتر بتاع المنطقه والناس كلهم مجبرين انهم ينضبطوا فيها. ف ده مثل تاني للحياة الجمال بتاع الشوارع والحاجات اللي عندهم اللي عاملينها دي. حتى فوق الأسقف يعني انت لما تبص على البيوت من اعلى شوية تطلع من فوق حاجة عالية، ادي المنظر فعلا. يعني الناس كلها ناس عايشة بقى وعندها سلم وبتاع ومش عارف ايه، انما حاطين شوية زرع وبتاع والكلام ده كله. بينما يعني في مصر ادي الشارع وادي الاسقف. مشكلة في environmental quality. environmental quality يعني انا مش عايز اعيش في وسط الزبالة وريحة قرف و pollution ومجاري ضربة. بغض النظر بقى عن القيمة التراثية في environmental quality، ولكن المشكلة طبعا ممكن اعيش ده في مصر، ممكن اعيش في بيت بجنينة بتاع لو عندي الامكانيات، انما اغلب الناس ما عندهاش هذه الامكانيات. فاحنا بنتكلم اذا على ازاي ان احنا نحافظ على حاجات معينة. الانفيرومنتال كواليتي في البيئة الحضرية غير الانفيرومنتال كواليتي في المناطق اللي هي مفتوحة للانفيرومنت. وهنا في مشكلة بتظهر. يعني في حاجات معينة بتبقى اتراكتيف لاهل البلد وللسائح انهم يجوا يزوروها لانها مناطق جميله، انما في ما هياش بالضروره المناطق الانفايرومنتالي فيري امبورتنت. وممكن تبقى حتت مقرفه جدا. يعني انا في رايي شخصيا انا رحت كتير قوي، لفيت لما كنت مسؤول عن البيئه لفيت باركس في العالم كتير. المويست تروبيكال رين فورست وده بيعتبر من اغنى انواع الانفايرمنتس مقرف. واحد اولا بيبقى فيري هيوميد وعمال يعرق وكله حشرات وناموس وحاجات تيجي تقرص فيك وتحاول تمشي في وسط النباتات والحشيش وبتاع. ف يعني مش حاجه ظريفه، انما الواحد مقدر قيمه الجماليه بتاعتها فالقيمه البيئيه بتاعتها. اللي يقابل الرين فورستس عندنا في مصر هما الكورال ريفز، لان دول the two richest environmental environments موجودين. وبرضو عندنا قضية هل الكورال ريفز هتعيش مع السياحة وتتعايش مع السياحة ولا لا. فmeasuring environmental quality is not the same as الاستيتكس والجماليات. إذا رجعنا تاني للحاجات الكالتشرال، في بعد مهم اللي هو السوشيال انتر اكشن. لأنه الإندايركت بنفيتس إن الواحد بيروح حتة معينة إنه بيبقى فيها سوشيال انتر اكشن.
يعني هنا بقى بنتكلم مش على الويلدرنس والانفايرمنت، بنتكلم من الناحيه الثقافيه. انا احب اروح حته يبقى فيها تواصل مع زوار تانيين زيي وتواصل مع اهل البلد. السوشيال انتراكشن دي بقى بتبقى موجوده from the poorest areas to more sophisticated areas. انما قدر السوشيال انتراكشن ده احد العناصر اللي بتسهم في قيمه المكان وتخلي الواحد عايز يروح، لدرجه ان لو تسالوا نفسكم عدد كبير جدا من الناس والجيل الجديد في مصر بيحب يروح المول، وعيال في امريكا يحبوا يروحوا المول. طب المول ده ليه يعني؟ مش قد كده عشان يشتري، انما المول اصبح مكان انتراكشن، في فاست فود وفي كافيهات وفي حتت وفي سينمات وفي مش عارف ايه، فالناس بتروح في سوشيال انتراكشن. السبيس نفسه بيدي كاركتر، اربن كاركتر، زي ما كانت الاسواق والقهاوي في المدينه القديمه بالحواري بتاعتها بتبقى مفتوحه لانها تشجع هذا النوع من السوشيال انتراكشن في الستريت اكتيفيتي بتاعتها. النهارده اصبح المولز جزء كبير من الفانكشن دي اتخذت في الحكايه دي. نيجي لقضيه الاستاتيكس. الحقيقه الاستاتيكس طبعا دي مهمه جدا، يعني الامثله اللي ضربتها لكم ادي من سيدي بوسعيد اهو، امثله بتاعت شبابيك وبيبان وبتاع. لا الانسيستنس ان ما حدش كده يعمل الوميتال ويغير الدنيا ليه كده جماليا مش اكتر، انما مش فرضين عليه انه لازم يعمل حاجه بعينها. يعني ده مختلف عن ده مختلف عن ده، بس كل واحد يعمل، بس لازم يبقى داخل في هذا الطابع العام عشان ما يعملش نوتة نشاز زي ما كان المايسترو بيقول امبارح. هذا الهارموني، في هارموني في الكاركتر كله، في هارموني ومش عايزين نحط فيه نقط نشاز. فاحنا مستعدين ندفع فلوس مقابل هذا. ايه اللي بناخده مقابل كده؟ الهارموني، الجمال بتاع المنطقة مستفيد بيه. هنا بقى طبعا مش هقول لكم يعني ان في ده من أسوأ ما يكون، يعني دي الدويقة. انا ما الاوبشن طبعا اتكلمنا احنا على الاوبشن فاليوز، وقلنا الاوبشن فاليوز ان الاوبشن is a contract that gives the buyer the right but not the obligation to buy or sell an asset at a specific price on or before a certain date. ده التعريف الرسمي بتاعه. يعني بمعنى اخر انا مستعد ادفع حاجة مقابل ان انا هنفذ حاجة بعد فترة معينة، اذا ما نفذتهاش الفلوس بتاعتي بتضيع علي. انما بتديني ان انا اقدر احافظ على حاجة معينة لفترة زمنية معينة قبل ما اقدر اطورها بصورة انا عايزة. ارجع بعد كده بقى للإكزيستنس فاليوز. دخلنا بقى في الكلام اللي هو ملوش، طبعا إكزيستنس فاليوز يعني أنا مصري بناني من بنى هرم الظهر الذي أعيا الفنا، وقفة الأهرام فيما بيننا لصروف الظهر وقفتي أنا. الأهرامات والحاجات دي جزء من الهوية والذاتية والشخصية المصرية. على فكرة يا هبة، these were grandfather's words. كلام جدك ده. ففي حاجات بتخش في الايدنتيتي، ناشونال ايدنتيتي. امبارح بكلمكم على الايفل تاور في باريس، الحاجات دي لازم عايزه حفاظ عليها، ولانها اصبحت في الثقافه العامه جزء من الكومبوننتس الاساسيه بتاعت الايدنتيتي. الصوره دي طبعا متفبركه لانه جامع محمد علي مش موجود كده على النيل، هو فوق. انما اساسا هو اللي رسم الصوره دي بيعمل ايه؟ بيدور على مقومات معينه دخلت في مفهوم الايدنتيتي، بحيث ان انت لما تبص للصوره دي تقول القاهره، تقول مصر، تقول القاهره على طول، رغم انها صوره متفبركه. انما مش مهم، هو اساسا في عناصر، العناصر ممكن تبقى عناصر مباني ومونيومنتس زي ما كنا بنتكلم، برج ايفل، الاهرامات، جامع محمد علي، او ممكن تبقى حاجه زي الفلوكه. الفلوكه برضو جزء من هذا التراث بتاعنا. في بقى حاجات اللي هي اليونيكنس اللي اتكلمنا عنها، حاجه ملهاش مثيل في العالم.
زي مثلا حاجة الرشيد، حاجة الرشيد حاجة فريدة يعني، مليان أحجار مكتوب عليها نقوش من نفس الفترة، ودي مش من أقدم الأحجار اللي عندنا، إنما أصبح لها يونيكنس معين ما كانش موجود قبل كده. فقيمة اليونيكنس دي برضو الواحد يبقى مستعد إنه يعمل فيها جهد كبير جدا. يعني بالصدفة دكتورة عزة وهدى وأنا كنا بنتكلم على حاجة الشيكسبير فورست فوليو، يعني ده من أغلى الكتب في التاريخ، اللي هو أول مرة اتنشرت أعمال شيكسبير سنة 1623، 7 سنين بعد وفاته، ونشره 500 عدد بس، يعني الطبعة كانت 500، وباعوا الطبعة بجنيه استرليني وقتها. دلوقتي هو أغلى برينتد ورك، يعني في 230 عدد موجودين، منهم 82 في الفولجر، والسيل بتاعه كان 3.5 مليون استرليني آخر مرة اتباع واحد من الكتب دي. طب ليه؟ لأنه it is a unique thing، the original first folio، على رأي الجماعة بتوع الفولجر لما عملوا المعرض بتاعهم قالوا the book that gave us Shakespeare، الكتاب ده هو اللي خلق شكسبير، فكانت كبيرة جدا. طيب بصوا هنا uniqueness تانية، ده كلمتكم عنه قبل كده، ده السيلا كانت، ده الاكتوال الفوسيل ريكورد، قعدنا مده طويله جدا متهيالنا ان السيلا كانت اختفى 65 مليون سنه اجو، ودي كانت الاثار ودي الرسومات اللي عملوها بناء على الفوسيل ريكورد ده، الى ان سنه 1938 وجدوا ريل لايف سيلا كانت كان موجود، فالسبيسيمنز اللي موجوده ده هي قليله جدا، عددهم قليل جدا، لان دلوقتي وجدوهم في مكانين في العالم جنب مدغشقر وفي على الساحل الافريقي وفي اندونيسيا، بس عايشين في حته غويطه جدا 600 ل 800 متر تحت البحر، فما كانوش بيطلعوا في شبك الصيادين، انما كانوا سمحوا لفتره للعلماء انهم ينزلوا يعملوا حملات بحثيه، دلوقتي مانعين حتى الحكايه دي، don't disturb them، سيبوهم. احنا هنا بنهتم باليونيكنس بتاعت السمكه دي، اول سمكه عندها فيرتبريت عمود فقري. عايش معانا النهارده هذا الاستاذ الغريب في استراليا، ده البلاتيبس، عنده منقار زي البطه، رجلين بتاعت عوم، ديل زي البيفر، من الثدييات ولكن بيبيض، ويكبر الصغيرين ويرضعهم، ومن الثدييات القليلة جدا في العالم اللي سامة، فينيمس سامة. عنده في رجله هنا في سبيرز كده that are severely venomous، كريتشر غريبة جدا، أول مرة شافوها الناس قالوا لا لا ده حد ضحك علينا، ركب منقار بطة على مش عارف ايه على الديل ايه مفيش حيوانات كده، اتضح ان في حيوانات كده، ففي حاجات يونيكنس. طب ده له اي فايدة؟ ملوش فايدة احنا نعرفها، يعني ملوش فايدة للانسان خالص ولا حد بيستفيد منه في حاجة، ولكن it's a unique thing that we want to protect، اسمه بلاتيبس. significance بقى، برضو موضوع السيجنيفيكنس كنا نتكلم فيه مع المايسترو امبارح، سيجنيفيكنس ممكن يبقى حاجة لها قيمة لارتباطها التاريخي، او لها قيمة لارتباطها بشخص. يعني دي الستيلا اوف نارمر، من اهم الستيلاز، طبعا الصورة وش وظهر يعني، فهي هي قطعة واحدة يعني موجودة في المتحف المصري، دي من 31 قرن قبل الميلاد، وتمثل توحيد ميناء للشمال والجنوب، وتمثل إذن بداية الدولة
المصرية التي استمرت أكثر من 5000 سنة، لها حكومة مركزية ودولة وتقريبا نفس الحدود، يعني الحدود بتاعتها بتكبر شوية وتقل شوية، إنما من المتوسط للسكس كاتراكت تحت شرقا لسينا غربا لحدود ليبيا أو ساعات تخش فيها قورينا كلها سيرينايكا، إنما الحتة دي طول عمرها مصر من وقتها. فهنا طبعا يعني مش مجرد ستيلا، ستيلا دي لها مكتسبة قيمة كبيرة جدا، لها سيجنيفيكنس كبير. إنما كذلك كنا بنتكلم على بيت أم كلثوم، إزاي الناس تهمل بيت أم كلثوم وإزاي إحنا ساكتين على بيت سيد درويش، لأنه السيجنيفيكنس الثقافية تكتسب بالأحداث المرتبطة بالمكان، مش مجرد بأن مكان تاريخي بالمفهوم بتاع المكان التاريخي. يعني اللي بينكم سافر بره هيلاقي ان في حتت كتير جدا يقول لك هنا في البيت ده هو موزارت عاش من سنة كذا لسنة كذا، ويحطوا لك بلاك برونز وبتاع، طبعا محدش يقدر يمد ايده على الشقة دي او البيت ده. في سالزبرج على فكرة في الدور الاول كده شقة صغيرة خالص اللي كان فيها موزارت من سنة كذا لسنة كذا بيكتب موسيقى وبتاع. فالسيجنيفيكنس مهمة نحن نحافظ عليها، بيت سعد زغلول، بيت احمد شوقي، بيت سيد درويش الى اخره. لازم الحاجات دي حتى لو هي ملهاش قيمة اثرية لها قيمة ثقافية. السيجنيفيكنس ده بقى الحكم، ده حكم ثقافي احنا بنعمله بانفسنا. جينا بقى للهيستوريكال ليجاسي تو فيوتشر جينيريشنز في البيكويست فاليو. طبعا يعني التراث العظيم بتاعنا ما احبش انا ان اي حاجه تنقص منه. من حد يقول احنا عندنا 146 الف قطعه ولا مش عارف ايه في المتحف، ولا واحده تضيع، لازم نسلمها للاجيال القادمه ونزود عليها كمان، مش بس تضيع مننا. ده زي ما قلت لكم في البيئه، الويلز والخرتيت والتاج دول بسميهم كاريزماتيك سبيشيز لانهم بيلفتوا الانظار. انما مثلا actually this little guy ده قد كده 2 سنتي 3 سنتي. الضفادع كلها حاليا الامفيبينز في حاله ريسك شديد جدا في البيئه في العالم كله، في انخفاض كبير جدا في البوبوليشنز بتاعتها، وفي تخوف ان وير جوينج توورز ان اكستنكشن، ومش قادرين نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل لهم، اشمعنى دول كجينس وفيلم بيبقوا الاسره دي كلها معرضه للخطر. وده من اكتر الحاجات المعرضه للخطر الضفدع الصغيره دي في كوستاريكا. ماي كورال هاز بين ديكليرد فولنربل، لسه ما هواش اندينجرد انما فولنربل. فده الكورال بتاعي ويؤسفني انه اصبح فولنربل ويمكن هيضيع بعد شويه. ده القياس العلمي بتاع حجم الفتحات بتاعته. فالسميشن دي بتاعت الكونسبتشوال كونستراكت دي مشينا عليها، شفناها، هضمناها كويس. هنيجي دلوقتي الى السؤال اللي ايه هدى الميقاتي سالته قبل كده، اللي هو هاو دو وي ميجر الانتانجبلز دي. قبل ما نخش بقى في التكنيك، اي حد عايز يسال اي حاجه، ده كان كده زي ريفرشر على اللي فات امبارح. أنا مش فاهمة ليه اللي حضرتك قلت الـ aesthetic values داخلة تحت الـ direct use or الـ مش فاكرة المسمى يعني. Indirect use. No, but on the left side it wasn't. Can you go back yes, to the. Yes, it's an indirect. Yeah, it's an indirect use. يعني. يعني how is it used in non. It's a use value and not a non-use value. It's an indirect use value. يعني أنا لما بعيش في أي حتة. عندي direct use is the amount of space، عايش في شقة 100 متر مربع 200 متر مربع etc etc، عندي شارع بيوصلني للشقة دي وما بيوصلنيش للشقة دي، وفي حتة أقدر أركن فيها العربية بتاعتي etc، ففي circulation وفي activities جاية وبتعايش من وجود tourism و economic activities من نوع تاني، كل ده direct benefit. إنما نفس الحاجات دي ممكن تكون بتحصل في حته قميئه وحته حلوه.
أنا كشخص قاعد فيها مستفيد بالناحية الجمالية، أنا مستفيد إن أكون في حتة جميلة، يعني ده بنسميه an indirect use. I'm using it as a resident in it. I am benefiting from it. It's very different from الكلام عن حاجة whose existence contributes to identity or to something I want to give to future generations. يعني الويلز والبيت أم كلثوم وبتاع ده ملوش دعوة بالاستاتيكس. وإنما أنا yes I would prefer to live in a clean place. وعلى فكرة one of the examples اللي هنتكلم فيه في التقييم دلوقتي إن one of the techniques in using it is the hedonic pricing. تشوف ال 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 الفرق ما بين البرايسز بتاعت ليه حاجات متماثلة، يعني شقة 120 متر هنا وشقة 120 متر هنا، ليه دي أغلى من دي؟ جزء منها له دعوة بالكوميونيتي إيميج، جزء منها له دعوة بأكسسابيليتي، جزء منها له دعوة كمان بالنواحي الاستاتيكس والجمالية. فذاتس ذا بوينت. Any other questions؟ Please. يعني كله فاهم تماما، يعني مفيش مشكلة. بس بعد شوية هديكوا الورق هتملوه فهيبان الكلام هيبان الكلام بعد شوية. طيب تبقى التكنيكس for intangible benefits. طبعا التانجيبل benefits الناس بتشتري بتبيع وبتاع، انما ساعات عايز اعرف طب عشان الانتانجيبل benefits دي ادافع عنها واستثمر فيها، وحتى عشان احمي حاجات زي الكوميونيتي ايميج وبتاع، I need to find a collective way of measuring it. ده الدياجرام اللي احنا مشينا عليه. فعايزين to recognize غير حكاية السياحة للأسباب اللي احنا اتكلمنا فيها، عايزين to measure the intrinsic value of intangible benefits, the intrinsic value and the intangible benefits of protecting cultural heritage and artistic assets. Techniques are the same as those that were developed for the environmental benefits. يعني المعركة الفكرية بدأت في الـ environmental benefits وانسحبت على القطاع الثقافي. دلوقتي a very fundamental distinction. في حاجة اسمها traded goods وفي حاجة اسمها non-traded goods. الـ traded goods are حاجات لها سوق، لها ماركت. عايز اشتري ساعة، عايز اشتري كمبيوتر، عايز you buy, go and buy. وهقارن ما بين الحاجات واسعارها وما بين المحلات واسعارها وكلام زي كده. انما لما اقول انا عايز جمال منطقة سيدي بوسعيد اللي شفتوها دي، ما اقدرش اشتري، اخده احطه في الماكس مثلا، ما مش هقدر. non-traded. non-tradability دي poses some questions. ازاي هنتعامل مع قيمة الحاجة اللي انا ما اقدرش اشتريها؟ لان انا ما اقدر اشتريها، زي لسه بتكلم على شكسبير الفورست فوليو. well we have prices. في الناس قيمته بانها في متاحف وناس كوليكتورز مستعدين يحطوا فيه 3.5 مليون ستيرلينج باوند، يعني 35 مليون جنيه في كتاب قد كده اهو، ده قيمته لو عايزين نحط قيمته التقريبية. انما زي ما بقول الكاركتر بتاع حاجة، الفاليو بتاعت الايكو سيستم، ما اقدرش اعملها تريدينج. فالتريدد جودز يعني مش عايز ان اوتوماتيكلي الواحد يقول ان في مدام حاجة ثقافية اصبحت نون تريدد. نوت ترو. يعني I know how much we pay to listen to music, to see a play. يعني دي كلها لها معايير tradable، يعني where we can count on ان في markets بتشتغل فيها وفي trading بيحصل. طيب the non-traded goods we are saying ان في benefits او utility
that person get for a non-traded good, زي مثلا enjoying the view of a mountain في سويسرا مثلا او في في جبال عطاقة في بيحبوا السهرة وتشوف منظر الجبال في 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 سيناء في منتهى الجمال شكلهم كده زي cut outs very impressive. That's a non-traded good. ما اقدرش اعرف. ففي وسيلتين عشان نقيم ال non-traded goods. واحدة بنسميها revealed preference والتانية بنسميها stated preference. Revealed preference which is based on price based models economists يفضلوها جدا لانه بنقول ان احنا هنعرف من actually paid prices actually paid ناس دفعت فلوس how much they value certain things. فأسهل example إن أقول طيب لو عندي بيتين تقريبا قد بعض في المسطح في البنى في تاريخ البنى في الـ في الـ حجم الجنينة بتاعتهم اتسترا متماثلين واحد منهم بيبص على بحيرة ولا بيبص على النيل والتاني بيبص على مقلب زبالة بس البيتين كبنى ومتر مربع وجنينة وبتاع زي بعض الفرق في التمن is a revealed preference for النظافة والنيل والكلام ده مقابل مقلب الزبالة revealed by how much people are willing to pay they actually pay فلما اقدر اوصل لريفيلد بريفرنس الناس بتبقى حاسه انها they are in a much stronger position يعني انا بقول انا زمان كنت بقول لهم بنفس المعنى لما كنت بشتغل في البنك اروح بلد ويقول لي من غير ما استعمل الترمينولوجي دي يقول لي انت عايز تعرف بقى الاولويات بتاعتنا هديك خطاب الرئيس وخطاب رئيس الوزراء وبتاعته لا 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 هات لي الموازنه بتاعتكم وانا هقول لكم الاولويات بتاعتكم ايه الموازنه بتاعتكم هي اللي هتبين الاولويات بتاعتكم ايه لان يعني كلام سهل ان وقت الجد هنشوف بتصرف على ايه وما بتصرفش على ايه بتصرف على الزراعه ولا ما بتصرفش على الزراعه بتصرف على الجيش ولا بتصرف على التعليم يعني بيبان بقى قلت لهم ده revealed preference بالمفهوم بتاع هنا this is revealed preference بس في بقى حاجات ما هياش revealed preference لانها non traded goods in that case بقى ال stated preference through surveys is the second technique that we use بنرجع نسال الناس مجموعات من الاسئله وفي تكنيكس بقى هخش عليها دلوقتي ازاي نسال الاسئله دي عشان نوصل للكونكلوجنز فثرو سيرفيز فديز ار ذا تو ميجر بريكس فاذا بصينا على البرايس بيست ريفيلد بريفرنس مودلز زي ما قلت لكم انه في الديفرنس ان وات بيبل ار ويلينج تو باي كابتشرز ا لوت اوف ذس ايشو يعني انكلودينج الايمج في الكوميونتي يعني طلعت يعني مثلا انا في وقت ما جوزوتي كان ساكن في ميشيغان في ديترويت في حته جنب ديترويت اسمها جروس بوينت لحظه ما تعدي الخط من ديترويت سيتي تو جروس بوينت على طول اسعار تزيد 40% لان هنا العنوان بتاعك اصبح جروس بوينت زي ما كنا نقول بيفرلي هيلز عناوين لها قيمه القيمه دي موجوده فايف اي هاف اكتوال برايسز اقول اهو بيتين متشابهين واحد في ديترويت واحد في جروس بوينت والفرق 40% والبيتين متشابهين يبقى قيمه الكوميونتي ايمج وان اوف ذا انتانجبلز اللي كنا بنتكلم عنها ان ذيس كيس جايه از ريفيلد بريفرنس من الناس بتدفع ايه از 40% بتاعت قيمه العقار فدي سهلة. إنما even if I have no direct prices في تكنيكس بقول الناس بتتحمل مصاريف بصور تسمح لي إن أنا أعرف الحكاية دي. ف where utility buys attached to a traded good such as the value on we place on
by non-traded good as a valuable place to buy the value. We survey, use surveys to get a stated preference. Where contingent valuation is a model of that, which has become quite famous. ممكن احنا نستعمله. عامة إذا الفلوس موجودة we prefer الفلوس لأنه الكلام سهل وناس بتتكلم بسهولة و you have to build the surveys very carefully to extract the real feeling مش كده كلام انش آه طبعا لازم نصرف 100 مليون جنيه لحماية البيئة وبتاع مش عارف كلام كويس كده سهل ده غير الاكتشول فإذا في دفع في حتة مفضل ال typical stated preference surveys وفي كتير منهم حوالي 6-7 أنواع من السيرفيز it asks people how much money would you be willing to pay عشان تحافظ على حاجة معينة أو عشان تقبل قد إيه تعويض عشان تخسر الحاجة دي يعني normally بتعملها بطريقتين إما أنا أقول لحد طيب أنت تقبل ان انا ادفع لك تعويض 10 مليون جنيه وابني عمارة تسد منظر البحر عليك مثلا ده تعويض او انت مستعد تدفع 10 مليون جنيه عشان تحافظ على الحتة اللي قدام الكورنيش ده هي كحديقة مفتوحة ما هو ده جزء من التقييم بتاع المجتمع طبعا ما هو الفاليوز واحد بيخش في الانترنسيك فاليو اوف اني ثينج هي مرتبطه بالناس يعني احنا بنقول دلوقتي انه الهويه والايدنتيتي والحاجات دي ما هي ده كلها الناس شعورها تجاهها ايه Maybe, and that in itself is a good finding. That is a good finding. But I cannot put the value. لا, you put the value. The value is not absolute. The value is always in relation to the values that society puts on other things. فيش value that is absolute. يعني I am القرن السابع عشر. الفيرست فوليو بتاع شكسبير كان قيمته 1 باوند كان ممكن تشتريه سنة 1623 ب 1 باوند كان قيمة كبيرة برضو بس 1 باوند مش 3.5 مليون يعني دلوقتي المجتمع قرر ان الكتاب ده يسوى 3.5 مليون لانه بالنسبة للمجتمع ده في الفترة اللي احنا فيها ده القيمة فالفاليوز ممكن الفاليو بتاعت اي حاجة زي ما كنت بضرب المثل دلوقتي بتاع البيوت ما هو البيوت النهاردة في ناس بتصرف كذا على البيت ده اللي قدام مقلب الزبالة وكذا على البيت ده اللي قدام منظر النيل او البحر in this society at this moment in time but if there are many valuations that are related to time ليه؟ آه انت عايز تبقى ديكتاتور تفرض رأيك على المجتمع لا ما انت لا ده اللي بتقوله ده اللي انت بتقوله انت بتقول انا عايز افرض رأيي على المجتمع انا الحاجات اللي بشوف انها مهمة هأجبر المجتمع انه يحافظ عليها سواء هو مقتنع بيها او لا لا ما هو that's what dictators always say ان احنا we're doing this for the good of the people لان you can't trust the people to know what's good for them that's what usually is said اي انا اعرف احسن منهم ايه اللي ينفعهم هم مش عارفين منفعتهم في الكلام ده
ما مرفوض. فاحنا بنتكلم بالعكس. انا الكونكلوجن بتاعتك اللي تبقى غالبا وده اللي بيحصل في كل حاجه انه اذا لقيت الرد بالشكل ده تقول لنفسك لازم اعمل حمله توعيه ولازم اقنع الناس باهميه الحاجات دي زي كل تطوير اجتماعي حصل. يعني تعليم البنات، محاربه ختان الاناث، مش عارف ايه، كل الحاجات دي حملات توعيه لان امخاخ المجتمع في فترات معينه كانت لا تقبل هذا اصبحت تقبله. يعني اقوى مثل اقدر اديه ان هو صديقي موريس سترونج الله يمسيه بالخير كان السكرتري جنرال بتاع التو انفايرمنتال كونفرنسز الكبار بتاع انفايرمنت اند ديفلوبمنت. الاولانيه في ستوكهولم سنه 72 الامم المتحده عملتها وهو كان سكرتري جنرال وحضر ثلاثه هيدز اوف ستيت اند جوفرمنت كان منهم انديرا غاندي. الثاني كان بتاع ريو سنه 92 ايرث سامت حضروا 114 رئيس دولة. ايه اللي حصل في العشرين سنة دول؟ اللي حصل الانفيرومنتال موفمنت، عشرات الالاف من الجمعيات الاهلية والعلماء والمش عارف ايه بدأوا يتكلموا اللي بيحمي الحيتان واللي بيحمي الغابات واللي بيكلم على التلوث واللي بيكلم انما عملوا توعيه عامه لدرجه ان سنه 92 لما وصلنا هناك ما كانش في حتى رئيس الجمهوريه الامريكي وقتها جورج بوش الاب ما كانش عايز يروح كان عنده سيناترز زي آل جور وقتها اجبروه انه يروح قالوا ما ينفعش امريكا ما تحضرش مؤتمر زي ده. بطرس غالي كان وقتها سكرتير عام الامم المتحده. فاللي بقوله حمله التوعيه هي دي اللي بتغير المفاهيم. انما انت الاول بتحاول تفهم فين موقف المجتمع، يعني المجتمع موقفه ايه من الحكايه دي في الستيتد بريفرنس بتاعته. وهقول لك بقى يعني يعني مثلا حكايه الويلنجنس تو لوز از ا ديفرنت واي كمان. يعني كونتينجنت فالويشن واز يوزد في الاكسون فالديز كيس اول مره تستعمل بصوره كبيره عشان تحسب الكومبنسيشن. ايه الكومبنسيشن هتدفعها شركه اكسون؟ فما عندكش فيري كلير، في حاجات كلير ممكن هنشوفها كمان شويه. فعامه اتس بيتر ان الواحد يطرح في صوره مينتين ذا اكزيستنس اوف سمثينج عن اكسبت الديسابيرنس بتاعته. لان اكسبت الديسابيرنس يقول لك لا ادفع لي 100 مليون جنيه تبقى كده سهله، انما انا مستعد ادفع قد ايه بتبقى صعبه. والافضل انك انت تحددها بحاجه فيري سبيسيفيك عشان تو كيب ان مايند انه يعني مثلا مش هكلم في البيئه بصوره عامه او في الحفاظ على التراث بصوره عامه. انت مستعد تدفع قد ايه من جيبك عشان نحمي بيت سيد درويش؟ كلير كات ستيتمنت كده، مستعد تدفع 10 جنيه 50 جنيه 3 جنيه كود، يعني يبقى فيه فيري سبيسيفيك. والا لما بتحطها في صوره التراث والبيئه بيبقى فيه بريفرنس ان الناس بترد بصوره كبيره. سيرفيز جنرالي سفر فروم ا نمبر اوف شورت كامينجز، الاستراتيجيك بيهيفير، بروتست انسرز، ريسبونس بايس، والريسبوندنس اجنورينج انكم كونسترينتس. يعني بغض النظر عن دخلي اقول لك انا مستعد ادفع 10 مليون جنيه عشان احافظ على بيت سيد درويش مثلا، يعني طيب ادفع. لا انا ما عنديش 10 مليون جنيه. امال بتقول ايه؟ لا يعني لو كان عندي 10 مليون جنيه كنت ادفع. يعني فالريسبونس ما اقدرش ابني ديماند كيرف حقيقي بحاجه زي كده. يبقى ليتس لوك بقى ات سبيسيفيك تكنيكس. هنبتدي اول واحده اللي هي الترافل كوست ميثود، في الهيدونيك برايسنج وفي كونتينجنت فالويشن. دول اللي هنتكلم فيهم بالتفصيل شويه، في 3 4 تانيين هتكلم عنهم كده بصوره عامه فيري فاست. هنبتدي بالترافل كوست ميثود. نها بيليف ات اور نوت اتس ذا ايزيست اند سمبلست اند ليست كومبليكيتد فيو. فالترافل كوست ميثود بتقول ايه؟ انه أساساً let's assume حاجة، هنا ما ندورش على
القيمة التجارية economic value مش عارف ايه، انما عايز اعرف سواء حاجة معمولة leisure recreation، بعمل حديقة leisure recreation بتاعت الناس، او حاجة زي محمية بدافع على ecosystem use. وبرضو ممكن احنا by extension we use it to estimate values associated with say a cultural heritage site. حافظ على موقع له قيمة تراثية وتاريخية وثقافية. وبنقول أساسا إنه ال basic premise إن ال time and travel and expenses اللي بتتحملها الناس عشان توصل هناك is a form of price مستعدة تدفعه. يعني أنا لما أقرر أنا عايز أروح لغاية مثلاً شرم الشيخ غير لما عايز أروح لرأس بناس أو بور السودان، دي هتحمل فيها عبء أكبر قوي ودي هتحمل فيها عبء أقل، فالمسألة دي عايزة أنها تتحسب بالشكل ده. فبنقول بالتالي طيب يبقى إذن أنا هنا برجع تاني إن أنت بدفعت تمن معين، التمن ده مكون من عدة حاجات، وممكن ان جزء منه يبقى تمن تذكرة الدخول. ففي واحد مثلا بيجي لي من بنها عشان يزور مكتبة اسكندرية بيتحمل عبء اوتوبيس وتكلفة لغاية هنا ويدفع تذكرة المكتبة والى اخره ويرجع تاني. طيب الشخص ده تأثير ايه مثلا انا لو رفعت تمن التذكرة بتاعت المكتبة؟ هل ده بنعتبر انها تعادل انه جاء من مسافة ابعد؟ فالwillingness to pay to visit the site can be estimated based on the number of trips that they make at different travel costs. clear؟ سهلة دي ما فيهاش مشكلة. It should be very clear. yes as population at large. Population at large. Okay. يعني لا it's an actual number of people. يعني أنا أقدر أقول إن جالي دخل مش عارف 367,252 واحد المكتبة. يعني بعدين هشوف بقى كم واحد من اسكندرية وكم واحد من بحيرة وكم واحد من القاهرة وكم واحد من أسيوط وكم واحد من برا مثلا، أنا أقدر أحسبها كده. طيب. It creates an analogy to estimating people's willingness to pay for a marketed good. It's an analogy. يعني احنا في ال in a regular case لو عندي marketed good والله انت مستعد تدفع كام؟ تشتري الجود ده بكام؟ في كام واحد مستعدين يشتروه بكام؟ وكام واحد بيستنوا لما يبقى اوكازيون عشان يشتروه بالاوكازيون ده بيزيد العدد etc. You have a demand curve that you can construct. احنا we want to use the indicators دي عشان نبني demand curve بتاع الحكاية دي. فلانه الاقتصاد عامة يعني اهم حاجة فيه هو التصور ده ان في quantity مقابل price. And what it says ان people will demand curve بتاع الناس اللي مستعدة انها تستفيد وتاخد الحاجة دي يبقى high quantity for low price، لما price بيزيد ال demand بيقل، بينما الشخص اللي providing the supply مستعد ان هو يزود the supply كل ما price يرتفع، انما لو price is too cheap they will not provide the supply. بنقول ان التقاطع، نقطة التقاطع دي is the equilibrium point، يبقى هننتج بالprice ده الكمية دي، لان ده طبعا price محسوب في البروفيت بتاع اللي الكونسبت ده موجود. احنا دلوقتي بنحاول نعمله ان احنا بنبني ما يعادل الديماند كيرف دي في حاجه ما هياش اكتشولي لا تريدد بالشكل ده، لا هي فيها حاجات تنجبل وحاجات نوت تنجبل داخله فيها. فعايز ابني الكيرف الاحمر ده من المعلومات اللي عندي. فهبتدي اعمل ايه بقى؟ هاخدكم كده كاكزامبل في 7 خطوات.
فاول حاجه هنقول طب في سايت اهو وفي بعديه زونز، هنعمل كونسنتريك زونز كده، نحدد مسافات بتبعد عن السايت ده او جيوغرافيك ديفيجنز، يعني طبعا نقول محافظه كذا ومحافظه كذا بتبقى، يعني مش ضروري نمسك برجل ونعمل دوائر على خريطه، يعني ممكن تقول اللي جايين من محافظه المنوفيه واللي جايين من محافظه بحيره and so on، يعني تبقى administered divisions وبعدين ده أول حاجة عشان أقول مين بيجي قد إيه عشان يوصل للسايت ده. Second step back is to collect information on the number of visitors from each zone and the number of visits made in the last year. يبقى عندي number of visits ومن جايين منين. Now let's assume ان احنا الستاف بتاعنا، يعني مثلا هنقول الناس كم واحد هيجي يزور المكتبه، الستاف بتاعنا keep records of the number of visitors and their zones which can be used to calculate the total visits over the last year. فاحنا دلوقتي عندنا المعلومات ده هي بصوره تقريبيه. الثيرد ستيب، دي نقطه مهمه جدا، ان انا ارجع تاني ابص على طب قولي كذا واحد من القاهرة، يعني القاهرة بعيدة وجالي عدد قليل من مطروح وهي أقرب لنا، بس البوبوليشن بتاعت القاهرة قد إيه والبوبوليشن بتاعت مطروح قد إيه، فلازم أعمل نورماليزيشن للحكاية دي بإن أنا أقسم على البوبوليشن بتاعت المكان، يعني أحولها إلى visits coming from that source per thousand population. يبقى من كل زون انا هعرف مسافات بين الزون والمكان اللي انا فيه وهعرف ال visits per thousand population. معايا لغايه كده؟ عايش فيه نعم بيلم الانفورميشن دي لنفسه. فلتس سي هنعمل اكزامبل اللي احنا بنعمله ده، هنقول فيه ان احنا عندنا 1600 فيزيتر على خمسه زونز او اربعه زونز بلس بيوند، 400 400 400 400 زيرو بعد الزون 3. زون زيرو بعتبر هي الزون اللي موجود فيها المكان، وبعدين هقول البوبوليشن بتاعت الزون دي ده 1000 2000 4000 8000، يبقى الفيزيتس بير 1000 بوبوليشن هنا اصبحت 400، هنا 200، هنا 100، هنا 50، even though they are identical number of visits، انما given ان البوبوليشن البول اللي انا بسحب منه كبير او صغير بيبان الاكتوال تشويس ده. فده اول خطوه تيبل 1 دي، سهل لغايه كده اوكي ماشيين. ستيب 4 بقى، وي وانت تو كالكوليت الافريج راوند تريب ترافل ديستنس اند ترافل تايم تو ذا سايت فور ايتش زون. فكر اخواني في الشؤون الاداريه والماليه وغيرها والقانونية بصفة خاصة لو كانوا موجودين، time is money، مش بدور على صرف قد ايه في البنزين وفي التذكرة الدخول and how much time did they invest انهم يجوا. ف we assume ان people in zone zero have zero travel distance and time اللي هم في نفس المنطقة. Each other zone will have an increasing travel time and distance. Clear? Next, we calculate the travel cost per trip. دي سهلة، بنحسب average cost per mile and per hour of travel time. يعني لو قلنا مثلا per car cost of a car per mile 30 cent، و add the cost of time using average hourly wage
ولو قلنا الأبرج أورلي ويج $9 an hour أو 15 سنت في الدقيقة، ونفترض إن ده موحد لكل الزونز، فأقدر أعمل ريزلت شكله كده in zone 2. يعني زون 0 بعتبر فيه 0 travel time، فبالتالي ما فيش تكلفة. زون 1 الراوند تريب travel distance 20، travel time 30 دقيقة، distance in cost per mile 6 في اللي هي الـ 30 cents في العشرين، travel time cost per minute اللي هو 15 مضروب في 30 هيبقى $4.5، يبقى total travel cost per trip $10.5. وهنا بقى الأربعين والستين هيوصل 21، والثمانين 120، $42. في implicit assumption ان البيهيفير بتاع الناس تجاه الكومبينيشن اوف كوستس دي يعادل البيهيفير بتاع الناس تجاه تمن تذكرة الدخول. لو عليتها عليا you will diminish my acceptance in the role. فهنا بقى بنعمل الخطوة دي حساسة شوية. هنعمل regression analysis. حضروا quantitative techniques معنا regression analysis على equation that relates the visits per capita، لأن احنا بنقسم على حجم population، to travel costs and other important variables. ممكن هنا أدخل الـ age group والـ income differentials والـ مستوى التعليم، ودخل حاجات كتيرة جدا. ولكن عشان الـ example اللي بعمله معاكو ده ماشي ده، هنقول مفيش يعني we are not going to construct a regression equation that introduces كل الـ variables. تاني دي هنبص بس على الـ travel cost والـ visits per thousand population. Just those two. هنطلع equation اهي، الـ visits per thousand population تساوي 330 ناقص 7.75 مضروبة في الـ travel cost. The results of a regression using that data that relates only these two variables. Visits per thousand versus travel cost. طيب، نايس، عندي equation وتعامل بها ايه. Now we can construct a demand curve for the average visitor. Now this is where it becomes tricky. Think about it. يعني دلوقتي عملت regression based on لغاية دلوقتي this is actual data. This was actual data. كويس؟ عملنا الاستيميت ده 30 ده وال 15 سنت وبتاع ده استيميت، وبنينا الاستيميت ده. And now I'm saying انه بتوع زون 1 دول اكنهم بيدفعوا تذكره 10.5، بتوع زون 2 اكنهم بيدفعوا 21، بتوع زون 3 اكنهم بيدفعوا 42. وبيزد اون ذات اند ذا فاكتس ذات اي نو الفيزيتورز دول بير 1000، عملت الريجريشن بتاعتي، طلعت الريجريشن، طلعت المعادلة دي. طيب دلوقتي how do I construct الديماند كيرف بتاعتي؟ هنبتدي نعمل هايبوتيسيز. زي ما قول احنا كان ممكن ندخل age و income و gender و education level، كل الكلام ده ما دخلناهوش. احنا we stayed only مع two variables دول. فالسيك ستيب بقى to construct the demand function for visits to the site، بنقول احنا محتاجين points على الكيرف الحمراء. انا ببني الكيرف الحمراء دي، فمحتاج لpoints. فاول point انا عارفها هي انه ال current access costs كلها produce 1600 visit per year، لان ده الاساس اللي انا بنيت عليه الحكايه كلها. فانا عندي 1600 فيزيت، 400 400 400، بالستراكشر اوف كوستس اللي حسبتها 0 10 ونص 21 42، يبقى
الديستريبيوشن دي بتطلع 1600. This is the first piece. طب how do I get other points? ف هنعمل estimation للنمبر اوف فيزيتورز with different hypothetical entrance fees. قلت لها افرض انا هزود 8 تذكره وان البيهيفير بتاع الشخص تجاه 8 تذكره عشان يخش هو كانه زودت الكوست بتاع انه يوصل كوست اوف ترافل. فوي ويل ستارت جاست تو ميك ات ايزي باي اسيومينج $10 انترنس في. طيب عشان اعرف عملت $10 هفترض ان عندي $10 انترنس في احطها في الريجريشن ايكويشن بتاعتي اللي هي في تساوي 330 minus 7.75 times the cost, it gives the following. بيحصل لي هنا كان عندي zero cost, أصبح zero cost plus 10. طب بقى في 10. ال visits per thousand هتنزل ل 252. ال population كانت 1000, فالtotal visits هيبقى 252. Zone 1 اللي كان عنده $10.5 أصبح قيمته $20.50 لان زودت $10 على القيمه القديمه. This was 10 and a half وthis was 21 وthis was 42. فانا زودت دلوقتي ال $10 دي فاصبحت 2050 واصبحت هنا 21 اصبحت 31 وال ال 42 اصبحت 52. ال visits per thousand بالريجريش بتاعتي هتقل وادي حجم البوبوليشن بتاعتي فهلاقي ان التوتال فيزيتس بتاعتي اصبحت ايه من تون 0 252 342 من زون 1 360 من زون 2 0 من زون 3. التوتال بتاعي دلوقتي لما قبل ما ازود ال10 كان 1600 دلوقتي اصبح كام اصبح 904 50. يس بس انت بتطلع دي وبعدين ترجع تضربها في population عشان تطلع التوتال فيزيتس فانا بجمع التوتال فيزيتس ايه سيريجريشن It's a simple regression. أنا بقول إنه لو أنت تحط النقط دي جنب بعضها وهتعمل علاقة سطر يربط ما بين النقط دي الـ visits والـ costs هيطلع الخط ده له ميل معين. هذا الميل طالع يعادل الـ equation دي. فالخط بيبقى له اتنين محددات. محدد الأول اللي هو الـ intercept بيقطع الـ vertical line فين والميل بتاعه قد ايه. ده سيمبل ريجريشن يعني. فانا اخدته من المعلومات الاولانية عشان لما اجي اغير اقدر ابني المعلومات التانية بيها. هو نقطة المهمة قوي ان الواحد ما يغلطش فيها. This is not the result. متغلطش وتقولي ادي الريزلت. لا. كل دول على بعض بيدوني 1 point. 1 point on the demand curve. يعني هو total visits اللي انا بشوفه نتيجة اللي زودت $10. اوكي. So far معايا كله ماشي. Now we're going to do this ل $20 و $30 و $40 و keep adding ونشوف هيحصل ايه. ف طلعنا 954 فيزيت at $10. We have now two points. لأن كان عندي 1600 at zero ticket اللي هو الأكتوال وطلعت على $10 زيادة هيبقى 954. عايزين نشوف بقى for increasing entry fees we can calculate them. دي كلها hypothetical entry fees. لو حسبتهم بنفس الطريقة دي بس هنا هبص دي $10 دي طلعت لي دي. هنا بقى بقول
ان 20 دولار هتطلع لي 409، 30 دولار هتطلع لي 129، 40 دولار هتطلع لي 20، 50 دولار هتطلع لي 0. وكل واحده تتحسب بنفس الطريقه اللي فاتت. يجو ثرو كل الزونز وبتطلع البير ثاوزند تضربه في البوبوليشن، تطلع اللي جاي من كل زون، تجمعهم على بعض يطلع لك رقم واحد. دلوقتي بقى I can construct الكيرف ده. الادد كوست بير فيزيت لما حطينا 50 كان 0 فيزيتس، وكان عندي 1600 لما كان في 0 ادد كوست. That's the point I started with. 952 هنا اهو نتيجة ل 10 دولار، 409 نتيجة ل 20 دولار، 129 نتيجة ل 30، 20 نتيجة ل 40، 0 نتيجة ل 50. لا 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 لا. No visitors. No visitors. ده الستارت بوزيشن بتاعي. هو في الترابل كوست بس انا استعملت. لا ما هو معلش، ما هو انا الاكتوال كيس بتاعي بستعمله عشان ابني الريجريشن ايكويشن منه. من الريجريشن ايكويشن اي ويل بي ايبل تو استيميت يحصل ايه لو الثمن زاد. طب الثمن ازاي؟ هفترض ان انا بالاضافه للترابل كوست بتاعه بزود له انترنس تيكت، والافتراض ان they behave the same way في زيادة الترابل as في زيادة التذكرة، لانه الرحلة بتاعته هتكلفه مبلغ اضافي. نتيجة لكده بقدر ابني، ما هو بالمعلومات اللي كانت عندي كان هيطلع لي كده بس نقطة واحدة هنا فما بتفيدنيش. فعشان ابني الحكاية دي بقى بعمل estimations ده، هي بستعمل البيس ديتا بتاعتي اللي هو متوزع على الريجن زائد الترابل كوست الحقيقي بتاع الزونز المختلفه عشان اطلع الريجريشن. استعمل الريجريشن تو ري ابلاي ات لكل الزونز اون هايپوثيتيكال كيسز اوف ادينج اديشنال برايسز. لا ما هو it's all assumed to be the same. يعني we're saying in travel cost method says in effect عشان أعمل زيارة معينة لموقع معين أو لمكان معين في تكلفة بكلف، أنا بكلف حاجة. التكلفة دي مكونة من الكوست بتاع الاكتوال كار، لو في كار رنتل بالبنزين بالمش عارف إيه، في التايم اللي انا هقعده عشان اوصل، وفي تذكره بدفعها هناك. تذكره اذا كانت زيرو، ده الافتراض الاولاني، هيبقى عندي 1600. طب كويس، يبقى انا بقى هبني ريجريشن ايكويشن اوت اوف ذات بيس كيس، وبعدين دلوقتي اي ويل هايپوثيتيكلي كيپ ادينج عشرات عشان اطلع النقط الثانيه. طب وايه يعني؟ التذكره مش تذكره حقيقيه. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق يعني؟ ما هي زيادة في التكلفة. انت قدم، ما انت بتوصلي يعني the easiest thing is to assume a ticket point، لان انا اساسا بدور على ان انا ببني كيرف، فبالتالي هفترض 10 20 30 40 much easier نبني كيرف كده. انا اقول البنزين زاد 13 سنت وبتاع فهيبقى فين. طب وليه؟ ما هو انا بعمل hypothetical case اساسا. فدلوقتي after I've done that I actually have my points which provide a curve. يبقى قدرت ابني a demand curve starting from the travel cost data. لو نفترض مثلا مكتبة اسكندرية كمثال، حضرتك بتفترض ان اللي جاي من القاهرة او من مطروح
ايوه ايوه Yes. لا لا في في complications تانية كتيرة ولسه هنتكلم فيها بس دلوقتي just follow how it's done. Okay. You can add all sorts of bells and whistles. أنا قلت لك حتى نقدر نبص على الـ على الـ education والـ gender والـ income levels ومش عارف إيه والحاجات دي كلها. لا بس we don't do that. في techniques كتيرة. لا يعني let's keep it simple if you can. If you can. Now it is quite complicated. فبنيت الحكايه دي دلوقتي بنيت الكيرف ده عايز اخش على حاجه اسمها كونسيومر سيربلس ده الكيرف الحقيقي اللي بنى من الاكزامبل اللي قدامكم اللي هو ده يعني ده السيم كيرف ده دلوقتي having estimated willingness to pay for parallel بقى عملت analogy to a marketed good based on the quantity demanded at different prices بنيت demand curve الديماند كيرف ده بيتقاطع مع سبلاي كيرف يوجوالي وهنا بقى الحته دي بيبان فيها حاجه بنسميها الكونسيومر سيربلس والبروديوسر سيربلس هيز وات ات لوكس لايك ذس از ا تيبيكال ايكونوميك سبلاي اند ديماند كيرف ادي السبلاي كيرف اهو وادي الديماند كيرف كده وده الايكوليبريم بوينت ات ويتش بيبل ار سبلاينج ذس كوانتيتي فور ذات برايس اللي فعلا هنا بيحصل بنقول ان في حاجه اسمها المارشاليان كان حسب مارشال اللي عمل الكلام ده في بدايه القرن العشرين انه الحته دي تعادل الكونسيومرز ده اللي بيكسبوا الكونسيومرز بيكسبوا بمعنى ايه بمعنى ان هو فور ذس كوانتيتي هنا اهو كان مستعد يدفع الثمن ده بس اكشلي دفع الثمن ده ثمن توحد فكان في ناس مستعدة تدفع أكتر بتاخده بتمن أرخص لأن تمن موحد فده اللي بيستفيده الكونسومر وأكتولي البروديوسر بيكسب الحتة دي بمعنى إيه؟ إن هو كان مستعد إنه ينتج الكمية دي بالتمن ده وأنتجها بالتمن ده لغاية ما بتوصل الإكوليبريم بوينت فده بيسموه producer surplus الاريا دي تسمي producer surplus والاريا دي بتساوي consumer surplus كويس طيب in our case ما عندناش producer مش هنحسب producer price احنا عملنا demand curve بس so what we end up with but this is quite tricky انما quite simple كل الاريا under the curve is a consumer surplus. لو انا حسبت الاريا دي كلها الاريا اللي تحت الكيرف دي هتطلع قيمتها تساوي 23000 دولار. طبعا this is a hypothetical case اللي بنشتغل عليه ما حدش يقول 23000 دولار بس وبتاع. لا انا يعني بتكلم in this particular set of examples 23000 دولار. Now what this says انه in effect القيمة الفعلية اللي بيستفيد بيها الناس من هذا المكان they're gaining ما يعادل 14 دولار و 38 سنت per visit اللي هي 23 ألف دولار اللي بنيتها دي over 1600 visit اللي هي فعلية observed عندي but what this number tells me إن أنا if I wanted to justify ان نعمل improvements و upgrading للفاسيليتي دهيا I can say ان الفاليويشن بتاعت المجتمع implicit in what exists today is $23,000 فأقدر أصرف up to $23,000 fully justified by the consumer surplus if I want to spend more I have to find other reasons and I'm straight from the observed reasons, the revealed preference من الناس اللي بتيجي that is about this much. This is the way, this is the first thing. For that consumer surplus بتاع بيطلع كده. Now I can say, عايز اعمل upgrading السايت ده اللي بيجي له 1600 visitor 400 من الdistances دي بالناس دي بالبتاع ده بكل الحاجات اللي قلناها دي
السايت ده ممكن ان انا اصرف فيه كذا، لانه الاستفادة العامة المجتمعية الامبليسيت من البيهيفير بتاع الناس 23,000 دولار. So now you see we have come to a situation where we can actually put dollar figures on the benefits that people get من غير ما يدفعوا تذكرة اصلا، انما justification انهم في استفادة وممكن نحسن على الاقل يعني in terms of the logic بتاع ال cost benefit. ال consumer surplus represents a benefit لل consumers anyway، فال cost اذا كان اقل من ده we're okay. That's step one. كل ده كان just step one. لا لا لسه 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 في الطريقة الأولى. Now هنا بقى if you want to say an action costs less than $23,000, the cost will be less than the benefits provided by the site, you can actually justify it based on that calculation. Now if the costs are greater, you have to decide whether other factors make them worthwhile. It doesn't mean you reject them. You simply say, no, I can justify up to 23,000 based on the consumer surplus. في حاجات تانية لازم أدخلها أكتر من كده. ده حاجات تانية ممكن نتكلم كتير. إحنا شلنا حاجات كتير to simplify أصلاً ممكن أدخلها بعد كده. التكنيك ده we have just gone through is the simplest technique, but it has many, many issues. Number one. The first assumption and changes in travel costs are like changes in admission price. People perceive and respond to both in the same way. That's an assumption. And the most simple model, عشان نرد على هبة, assume in individuals take a trip for a single purpose. إنه جاي عشان يروح السايت دي. A trip has more than one purpose. The value of the site may be overestimated. Now, defining and measuring the opportunity cost of time, or the value of time spent traveling, is also problematic. لأنه time spent traveling could have been used in other ways. It has an opportunity cost. And this should be added to the travel cost or the value of the site will be underestimated. ده زي لما كنا بنتكلم على opportunity cost of water. امبارح ضربت لكم مثلا opportunity cost of water. There is no strong consensus on how to measure travel time. Person's wage rate, some fraction of the wage rate, the value chosen can have a large effect on the benefit estimates. في ناس تقول يا أخي people enjoy travel. يعني يجي كده في الويك اند يقول يلا يا جماعة family خشوا في العربية we'll go for a drive. طيب انت بتحسب له travel cost imputed ليه؟ مش يمكن ده جزء من الفسحة بتاعت الويك اند يعني ف why should travel cost be assumed as a burden to start with? As a psychological studies, if that is people enjoy travel, the travel time becomes a benefit, not a cost. And the value of the site will be overestimated in this case. في مشكلة تانية. احنا حسبنا distances دي كلها distances to that site. فالمشكلة is available substitute sites. Let me give you an example. أدي السايت بتاعي و A و B عندهم نفس الترافل كوست نفس الديستنس. And according to that الحسابات اللي عملناها دي الفالويشن بتاعتهم الاثنين is identical. صح؟ Now assume ان في additional sites شكلهم كده. B عنده كل الاوبشنز دي. A ما عندوش الاوبشنز دي. B clearly values السايت ده اكتر من السايت دي. ف
المفروض ان اقدر اوصل الى ان بي actually the value of B going to this site أكبر من the value of A going to that site even though the distances are the same, which the current model doesn't show. ففي ما أنا قلت في bells and whistles كتير قوي في models that مش بس include the gender و education ومش عارف إيه و income وبتاع, إنما في models also that include availability of substitute sites وعشان ندخل في الريجريشن ايكويشنز والحاجات دي a way of calculating that. بس you cannot ignore ان هنا B ده عنده many options, عدد منهم اقرب له قوي واسهل قوي. كونه بيختار انه يروح هنا it's a choice that is exercised against many less costly choices, بينما ده this is the only choice اللي عنده, يا يروح يا ما يروحش. Our current model shows them both equal. And effectively, B is giving a much higher value to this site than A. Well, that's already much higher cost. يعني كون إن A would be, أنا قلت الأول إن A would be, B go, this is what I have recorded. ده اللي انا عملت له ريكوردنج. انا ما بصيتش بقى على الالترن. لو بصيت على الالترناتيف سايتس I have to recognize ان بي عنده اوبشنز كلها قريبه منه which he is choosing not to exercise, فبالتالي he is giving a higher value ان يجي هنا عن A ده would have to give much higher value هنا تقريبا مرتين ونص قد السايت ده. فانما انا حاليا I'm underestimating evaluation اللي B is putting on it because I am not giving alternative sites, substitute sites مش داخلين في الإكويشن دي. وبعدين في حاجة تانية, those who value certain sites may choose to live nearby. لا يعني هما they actually chose to live nearby in, because they like the site and they put a high value on it. وبالتالي الموديل بديهم zero value. مش محسوبين تقريبا لانهم they already moved next to it. يعني انا لو رايح جاي من شرم الشيخ is one thing, لو انا نقلت ورحت عشت في شرم الشيخ because I love شرم الشيخ, by this method I would say خلاص انت zero, zone zero بيبقى القيمة zero. بس انا actually chose to live there because I put a very high value on it. انت عندك special built-in option. This is not captured. في بقى طبعا and interviewing visitors on the site can introduce sampling biases. ده هنتكلم في samples تاني. هفكركم refresher على sampling والbiases اللي موجودة فيه. وفي tricky part, recreational quality is not the same as environmental quality. And measuring and relating them is very difficult. يعني أنا بحب الكورال ريفز وبتاع, إنما أروح حتى دايفينج فاسيليتيز متوضبه كويس والمراكب حلوه والمش عارف ايه وفي فنادق كويسه, مش معناتها ان دي احسن حته من حيث كورال ريف بير سي. ان فاكت الريموت كورال ريف كود بي بيتر من الناحيه البيئيه, وحاجه تورستي زي شرم الشيخ او الجونه كود بي بيتر من ناحيه السيرفيسز. فالفالويشن بتاع نقول انا بروح راس محمد او تيران, طبعا هي محميات طبيعيه وكل حاجه, ولكنها ايضا لانها it is convenient. مش لازم نلخبط ما بين الانفايرمنتال كواليتي والريكريشنال فاليو, they're not the same. ساعات بيتواجدوا مع بعض ساعات ما بيتواجدوش. كل ده لسه ما خلصش, دي الايشوز البروبلمز مع التكنيك دي. It provides information about current conditions.
انما it does not say anything about gains or losses في لو اتغيرت ال resources بتاعت المنطقة نفسها. يعني احنا we haven't assumed يحصل ايه مثلا لو to use the example بتاع شرم الشيخ والكورال ريفز. لو الكورال ريفز بدأت تنحدر في قيمتها, it's not entered into this model. نعم, لا عايز تكنيكس تانية, بس there are many techniques, and don't worry, and I spent a lot of time on these techniques earlier on. There are many techniques to handle different problems. بس الواحد لما بيستعمل تكنيك زي ما قلت لكم في الكورس بتاع social science, you have to know the limitations بتاع التكنيك. You can't simply apply it. لما عندي أي حاجة فيها longer time horizon than 20 years, don't use discounted cash flow and cost benefit analysis. It's not a suitable tool. في يعني لو عايز اقيس, لو اديك مسطره, ما ينفعش انك انت تستعمل المسطره دي عشان تقيس المسافه من اسكندريه للقاهره. It is not a suitable tool. هي very suitable عشان تقيس حاجات كده, انما you have to use the right tools for the right things. يعني دي دايما لا لا لا, that's for the non-use. كل ده for the non-use. ما أنا دلوقتي I'm saying إن إيه اللي بيخلي الناس يروحوا الحتة دي, aesthetics, جمال, whatever. 1600 واحد اللي بيروحوا المنطقة دي لكل الحاجات بقى, القيمة التراثية, الجمال, whatever you want, كل ال non-use values دي. فأنا مش عارف أطلع قيمة حقيقية ليها, فببنيها عن طريق بقول طب هم يتحملوا قد ايه عشان يروحوا لغاية هناك. لا, من ده الكلام اللي انا لسه قايله, انه الاستيميشن بتاع الانفيرومنتال فاليو از ديفرنت فروم ذا ريكريشنال فاليو. انا بتكلم اساسا دلوقتي على الكالتشرال ايشوز واستعمال حاجات كالتشرال. يعني انا بفترض يعني مثلا زوار لحديقة الأسرة اللي هيجي من أسيوط, واللي هيجي من بنها, واللي هيجي من القاهرة, واللي هيجي من المنوفية, واللي هيجي من اسكندرية عشان يروح هناك. These techniques would allow you to estimate ايه الفاليو بتاع حديقة الأسرة بالنسبة للناس دي. والفاليو دي is not necessarily a use value. جايين يتفسحوا, جايين هينبسطوا بالمنظر الحديقة, هيحبوا عيالهم يسمعوا محاضرة في البافيليون, يشوفوا الفايف سنسز. ما دي كلها يعني is not captured. فأنا بحاول أعمل تكنيك يسمح لي أنا أحول عشان أحسب القيمة. فبحسب القيمة, ببني الديماند كيرف وبطلع الكونسومر سيربلس. الكونسومر سيربلس بيديني إن المجتمع بيقيم التجربة دي كworth at least this amount. That's all this is to capture non-use values. Now use values, but في techniques تانية for use, but very very straightforward. لسه برضو issues يعني. We need دي نقطة مهمة which is lost sight of. You need to have enough difference between distances traveled to affect the travel cost, and for differences in travel costs to affect the number of trips made. لو كلها مسافات قريبة, لو الناس كلها جاية مثلا من اسكندرية والبحيرة, you will not be able to apply this method. لو زوارك كلهم من اسكندرية, you will not be able to apply this method. مش بس كده, لا, محتاج انه يبقى في sufficient distances ما بين المناطق. ممكن تطلع نقط من داخل اسكندرية, بس in general if you don't have enough distances و enough variation في travel cost, ال points ما بينهم will be reflective of individual preferences much more so than on impact preferences.
It is not well suited for sites near major population centers where many visitors will be, or most visitors will be from the origin zone. لانه بيبقى لو عندي حاجه في وسط يعني مكتبه اسكندريه بالنسبه لسكان اسكندريه ما ينفعش استعمل التكنيك دي لانه بالنسبه لهم جميعا هتبقى جزء من انت في نفس المدينه فهتروح يوم من الايام للمكتبه ما ترافل كوست مش تعب دور في كبير فيها بالضبط ولو يبقى ده التكنيك ده is generally more suitable to remote sites يعني لو هشوف مثلا الناس بتروح العالمين اوكي you have to travel تروح العالمين تشوف ده جاي منين وده جاي منين وده جاي منين انما لما بتبقى في وسط مدينه ولو لقيت مثلا 95% من الزوار بتوعك جايين من المدينه اللي انت فيها يبقى ال 5% التانيين دول مش كفايه انك انت تقدر تعمل proper regression وتبني الحاجات دي كلها ولسه برضو limitations issues and limitations انه is limited in the scope of application because it requires user participation يعني لازم في الاخر انا بسأل الناس انت جاي منين وصرفت قد ايه وقعدت قد ايه وحاجات زي كده عشان اعرف الحاجات دي ف it's وبعدين طبعا as in all statistical methods في statistical problems statistical problems دي كلمنا فيها في الكورس بتاع الـ quantitative techniques كتير جدا انما يعني في برضو هنا بقى حاجات زي الـ choice of the functional form for demand curve الـ estimating method الـ variables included in the model كل الكلام ده بيلعب دور كبير فيها ده الـ travel cost method now it cannot be used for what? You cannot use it to assign values to environmental features and functions that users of the site do not find valuable. يعني ضربت انا المثل ان انا شخصيا مهتم بالمونتسري يا سراجل ديني ان انا ممكن جدا ناس تانية مش سألة والله موجودة مش موجودة الكورال ده موجود ولا مش موجود ما حدش مهتم بيه it cannot be used to value off-site values supported by the site يعني الناس اللي جايه المكتبه ما ينفعش ان انا اقول لها على فكره انا عندي نشاطات في بيت السناري مالي التكنيك ده بيضيع الاوف-site activities انت بتقيس للحاجات اللي فيها فيزيت للسايت ده بالذات وبعدين ال نون يوز فاليوز اللي هي زي ايه الحاجه اللي انا زي ما قلت لك انفايرمنتال فاليو يعني بايو ديفرسيتي مش هقدر كابتشر ات ان هوت لان انا ما بتفاعلش معاه يعني انا كزائر ما بتفاعلش معاه فدي لازم تبقى في الحاجات اللي الزوار بيتفاعلوا معها مهتمين بيها وبيتفاعلوا معها طب مع كل بقى الاعتراضات دي نستعملها ليه easy and understandable عشان كده احنا ما زلنا بنستعملها طبعا يعني I hope انها easy Would you like to do an exercise and try to calculate your own demand curves? ولا نسيب دي شوية بعدين. هقول لكم حاجة. قدرت أعمله عايز أعملها بعد كده أعمل إنما ال it's easy and understandable. في case مش عارف كنت جبت ال information لما جبتش ال information دي. في case بتاع هيل كانيون. هيل كانيون كان الكالكوليشن انه عايزين يبنوا في بروجكت وكان هيبوظ الفاليو بتاعت ال انفايرمنتال فاليو بتاعت هيل كانيون وكان الفرق ما بين الالترناتيفز اللي موجوده قدامهم كان حوالي $80,000
بير يير يعني. فحسبوا بالترافل كوست ميثود الكونسيومر سيربلس 900,000 دولار. Now what they did in that case which was very important, قال انا مش هدافع عن التكنيك بكل النقط اللي فيها دي, بس I will simply say ان even if the result was 10 times smaller it would still be bigger than the $80,000. فمش هقول, مش هدافع عن هي 900,000 ولا 700,000 ولا 752,000 ولا 340,000. انا بقول لكم انا حسبناها كده طلعت 900,000. فحتى لو الرقم ده طلع ان في انه 10 اضعاف الرقم برضو هيبقى اكتر من الفايده اللي الدوله او شركه الكهرباء شايفه انه في فائده فيه. فنقلوا المشروع الفكره, they saved Hell's Canyon في الحكايه دي. Now we'll move to hedonic prices. Hedonic prices is a technique برضو revealed preference. يعني احنا اساسا دلوقتي زي ما قلت لكم في revealed preference و stated preference. Revealed preferences مفضلة لانها في ناس فعلا دفعت فلوس, يعني في ناس دفعت فلوس وراحت لغاية السايت ده في الترابل كوست ميثود. ده اسهل ميثود. ميثود بتاع الهيدونيك برايسز ده بنجيبه بطريقة تانية. ده اللي هو وصفته قبل كده, ان في القيمة بتاعت القيم الجمالية والقيم التراثية والقيم البيئية بيبقى لها تأثير على الماركت برايسز. فبنحاول ان احنا نستعمل الكمباراتور بيس ده عشان نبقى نقدر نعمله. فديس ميثود اساسا بتدور على انفيرومنتال اتريبيوتس ان تشينجز في اللوكال ريل استيت برايسز. يعني لو عندي, لو انا قادر ان انا ابني, طبعا في امريكا وفي اوروبا الحاجات دي ستاندرد وافيلبل وسهله, يعني يو كان فايند كل الريل استيت سيلز, مين اشترى اني بيتس امتى بكام, كل ده معلن ومسجل وموجود في المحاكم واي حد يقدر يشوفه. فالديتا دي بتقول طيب احنا عايزين نعرف الفرق قد ايه. لسه كنت بقول لكم قيمه الفرق ما بين ديترويت وجروس بوينت. جست if you are بتين زي بعض, بس واحد on this line فالعنوان بتاعه هيبقى gross point ولا العنوان بتاعه هيبقى ديترويت, تفرق 40% على قيمة العقار يعني. فده community image. انما لو في water pollution, air pollution, في noise pollution, في amenities, aesthetic sites, انت جنب golf course, باركس, غابات, بحيرة, طيب ما هو لو البيتين قريبين من بعض من حيث التاريخ ومتر مربع وقيمة وحجم الأرض اللي ببني عليه اللوت سايز نفسه, أقدر أفترض أن الفروقات ما بين الأتمان دي نتيجة للعناصر العوامل المحيطة اللي هي intangibles, يعني اللي هي non-traded. ويعني اهو two comparable properties, value size of the house, square meters of the land around the house, but واحد next to a park or a lake or a nice historic cultural area زي سيدي بوسعيد, والتاني is next to the toxic dump بتاع دكتور صلاح سليمان والناس اللي بيوديهم يتفرجوا على التوكسيك دامب. فرق ما بين الثمن بتاع الاثنين بيديني ان اندايركت ميجر بتاع الفاليو ذات از بينج بوت, ايذر ذا نيجاتيف اور بوزيتيف فاليو ذات از بينج بوت اون ذا اتريبيوتس بتاعت الهاوس, بتاعت مش الهاوس, بتاعت الحاجات اللي سراوندينج ذا هاوس. فده از ا واي اوف, من غير بقى ما اعمل سيرفي ولا حاجه, يعني هنا بشتغل على طول بالريفيلد بريفرنس باي ذا اكتوال برايسز بايد باي ديفرنت انديفيدجوالز. ف اف ذير از ا ميجربل برايس دروب بروبرتي لوكيتد نير ذا دامب, ذا ديفرنس ان برايسز بوينتس توورز ذا اكسترنال كوست اوف ذا دامب اور ذا بوزيتيف فاليو اوف ذا اكزيستينج امينيتي اون ذا اذر سايد.
المارجنال ويلنجز تو باي ان هاير برايسز الحقيقه از يعني اتريبيوتد تو الكواليتيز دي. ما فيش شك ان البيوت في سيدي بوسعيد اغلى بكتير جدا من البيوت في حتت تانية في تونس، مع ان عندك ريستريكشنز، انما حته جميله عايز تعيش في حته جميله. فالهيدونيك بنعمل بقى، بنجيب كل الاسعار دي، ما مش هنقارن بيت ببيت، بس هتجيب كل الحاجات دي وتحاول تقارنهم وتعمل ريجريشن اناليسيس عليهم، برضو ريجريشن تشوف how much value is being put on these matters. These are two techniques. المشكله بتاعت الهيدونيك برايسز طبعا ان you don't have these يعني it's very rare انك انت هتقدر تلاقي عندك enough data points reliable. هنا في مصر طبعا البيوت اللي بتسجل بايه ومين دفع ايه وايه اللي بيدفع تحت الترابيزه وفوق الترابيزه وحكايات كده كتيره، مش هتخلي التكنيك ده not very، بس هو في دول تانية كتيره بيستعمل. الترافل كوست ميثود از ذا موست ستريت فورورد of the revealed preference methods. انما we will have to rely on stated preference اللي هو contingent valuation and other techniques. والstated preference ده هيبقى اساسا مبني على surveys. فايه contingent valuation؟ contingent valuation is everybody okay ولا كده لقيتكم هديتوا شوية؟ ايه؟ you need a coffee break؟ خلاص مش عارف، لما دخلناش حتى اول exercise. طيب let's take a 15 minute